الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على محاضره الكونجنيتال انومالي. قبل بس ما نبتدي المحاضره الكونجنيتال انومالي عندنا بعض البيزك انفورميشن لازم تبقى عندنا. اول حاجه بنقولها اللي هي سيرجري ريليت ديفرنس بين يونج تشيلدرن اند ادلت. ايه الاختلافات ما بين الاطفال والكبار من ناحيه الجراحه؟ اول حاجه بنقول الميتابوليك ريت. الانفانت ويونج تشيلدرن عندهم جريتر بروبورشن زين الادلت علشان هم في جروينج بروسيس وعشان كده هم بياخدوا مور فريكوينت فيد، فده بيساعد على ان الميتابوليك بتاعهم يكون اعلى. البادي تيشو برضه هنا هو هنقول ان الاطفال بيحصل لهم هيلينج كويكلي علشان الرابيد ميتابوليزم والجروس ريت عندهم. الفلويد لوس، الابنورمال فلويد لوس في الاطفال او في الانفانت ويونج تشيلدرن از مور سيريس من الادلت. عشان كده بنقول الاطفال الانتيبي اوت بتاعهم مهم جدا عندنا ولازم نحسبها كويس قوي. الاطفال بيحتاجوا ليس انرجيزك زي الادلت، وطبعا بتفرق التايبس عن الادلت. في حاجه ثالثه مهمه ان انا عندي لاك اوف سيرفيسز للفيزيكال فاسيلتيز والريسورسز بتاعتهم، يعني مش هلاقي مستشفيات متخصصه بجراحه اطفال كتير زي الجراحات العامه. بعد كده هنتكلم على جنرال اسبكت للبري والبوست اوبرتيف كير. اهم حاجه عندي ان بعض الاطفال بيتولدوا يا اما بكريتيكال كيسز يا اما عندهم بيرث ديفكت او انوميلي، فبالتالي بحتاج ان انا اعمل ترانسبورتيشن سبيشال هوسبيتال. ترانسبورتيشن ده هيتم ازاي؟ عن طريق الامبيولانس او عن طريق الايربلين. في كلتا الحالتين لازم يكون عندي ويل بريبيرد نيرس او فيزيشن عارفين يعني ايه ترانسبورتيشن ومعاهم السيرتيفيكيت ده خلاص. لازم يكونوا مجهزين الادوات بتاعتهم وعارفين هاو تو انترفير الترانسبورتيشن. لازم يكون عندي بري هيتد انكيوبيتور مع اكسجين سبلمنتيشن. لازم ادوات السي بي ار والسكشر تكون عارفه ازاي تستخدمها. النيرس اللي بتعمل بارتيسيبيشن خلاص لازم تعرف ازاي بتعمل اوبزرفيشن للبيبي وايه الامرجنسي كيس او الترياج اللي هي بتقدر تدخل بيها. لازم تبقى معاها البرنتد انفورميشن لو حاجه محتاجه ابروفال من الكير جيفر لازم تبقى موجوده معاها وتبقى انفورميشن للهيلث ايجنسي اللي هي رايحه. البري اوبرتيف كير بتاعنا اهم حاجه فيه السيرجيكال بريبريشن عشان اعمل بريفنشن للفير اللي هو دايما مصاحب مع السيبريشن من البيرنت او الخوف من الدس. عشان كده النيرس لازم نعمل اكسبلين كويس جدا للفاميلي خلاص قولي للتشايل اكوردنج للايدج ايه اللي هيتعمل بالظبط. وما عدا حالات emergency situation الاطفال لازم يكونوا يفضل لما يكونوا free من respiratory communication او ان يكون ما عندهمش malnutrition او سوء تغذيه. معظم الاطفال بيبقوا NPO او للجراحه بحوالي 3 4 ساعات نيو بورن او according بقى الايدج بنقدر ان احنا نحكم على ال NPO بتاعهم او ان هم يكونوا nothing per month. ال incision over part هي دي اللي لازم اعمل لها الجزء بتاع الانسيشن ده لازم انا اعمل له ووشنج كويس في البريبريشن بتاعي. طبعا غالبا شبه مش محتاجه في السن بتاعنا او اكوردنج للايدج. لازم ببقى عامله شيء كويس جدا لو عندي لوزنج ديس او عندي في مشكله في الايربشن بتاعته علشان ريكوردنج بتاعها وما يحصلش اي حاجه مع التغذيه. لازم اعمل ريموف البين من السولد هير والكوزنج اورم. طبعا بديله الجون الايدنتيكيشن باند لازم موجود معايا. لو في بري ميديكيشن زي سيديشن انالجيستكس خلاص حوالي ساعتين قبل الاوبريشن. الشورت بتاعته لازم تكون كامله. لو هو بقى احتاج كونيك لاباز احنا غالبا مش بنعمل ايه في الاطفال خلاص. كل الحاجات دي لازم تبقى واضحه جدا جدا بالنسبه لنا. واي حاجه ممكن تعمل لي بلوكج للاير واي لازم ان انا اكون عاملها كليرنس كويس قوي. الطفل بنسمح له ناخد معاه الفيفوريت توي بتاعته او البلانكت بتاعته علشان نقلل من الخوف اللي هو بيبقى موجود. طب مهم جدا البايتال ساينس سبيشال تمبريتشر. الاير واي لازم اخليها بيضا معايا خلاص ولازم يكون هو انتيبيتور. الاطفال بيحطونا غالبا على السايد او اكوردنج الاوبريشن اللي هم عاملينها. لازم اعمل كلوز اوبزرفيشن سواء الكونديشن او البليسمنت بتاع الدريسنج او لو اي اتاتش تيوب. الانترافينوس فلويد لازم اكون عاملها كالكوليشن كويس جدا وعاملها له. في ورنينج ساينس مهمه زي لو بلود بريشر الرابيد بالز الكولت مويست بيل او سيانوتيك سكين او دايليتد بيوبل او ريستلسنس. كل دي علامات ان في سمثينج اب نورمال وي هاف تو ريتشيك.
الاورال فلويد لو حملها ستارتنج افتر الاوبريشن يبقى لازم ساعتها اشوف الكارت الاسبريت هو كان كلير، هل في بريستالتك موفمنت ولا لا، هل فلوتس او جيز سباس ولا لا. غير الكلام ده انا ما اقدرش ابدا الاورال فلويد بتاعتي. طبعا العادي بتاعنا ده كده لمحه سريعه عن البري والبوست والترانسبورتيشن. نبتدي بقى اول حاجه عندنا في المحاضره الجديده بالنسبه لكم اللي هي الانومالي. احنا المحاضره بتاعتنا عن الكونجنيتال انومالي. يعني ايه انومالي؟ الانومالي بنقول هي ديفايند ستراكشر ديفكت بريزنت ات بيرث. مهم قوي الجزء ده عندنا، ستراكشر ديفكت بريزنت ات بيرث يعني ايه؟ يعني في سمثينج مالفورميشن حصل عندي او سمثينج ابنورماليتي عندي، خلاص هي دي بتحدث اول لما الطفل يتولد عندي الاقيها قدامي. في بعضها بتكون كومباتبل ويز لايف نيد تريتمنت بات كان ديلي تريتمنت، واذر بيكون انكومباتبل ويز لايف ريكوايرد ايميديت تريتمنت. ايه اللي يخليه الطفل يتعرض عندي لو يحصل له مال فورميشن او انوميلي؟ ان هو يكون عنده جينيك تريتس جينيك ديس اوردر، او ان الام اثناء الحمل تعرضت لفيروس انفكشن خصوصا الجيرمان ميزلز، او الام تعرضت للراديشن. مش هقول بقى البلين اكس راي لا، يعني لو البلين اكس راي هي معايا لغايه 7 أو 8 بلين اكس راي during pregnancy تقدر تتعرض ليهم، لكن هي ممكن تتعرض لسي تي ام ار اي اي حاجه من الحاجات اللي هي الانتنس دي، ساعتها هي اللي هتبقى الطفل لايبل اكتر ان هو يحصل له مال فورميشن. الدراج مش بنقول كل الدراج، لكن الناس الادكت او اللي هم بياخدوا انتي ابليبتيك دراج هم اللي لايبل اكتر يحصل عندي مال فورميشن. اول تايب هناخده عندنا هو الجستو انتستاينال. الجستو انتستاينال املي هنبتدي بالماوس. اول حاجه عندي كليفت ليب، انا عندي حاجه اسمها كليفت ليب وكليفت بالات. الكليفت ليب هي الشفه الانبيه، بنقول هي عباره عن ايه؟ كونجينيتال فيشر في الابر ليب، خلاص جنرالي بتبقى لوكيتد على وان سايد خلاص او على اذر سايد من الميد لاين. دي ممكن تبقى يونيلاترال او بايلاترال. يعني ايه؟ زي ما احنا كده شايفين في الصوره اللي عندنا، خلاص ادي اهو واحد موجود عندنا موجود على سايد، لكن هنا موجوده فين؟ في الميد لاين. ده الكليفت ليب. طب الكليفت بالات بنقول ان هو عباره عن انكمبليت فيوجن في البالات شلف، يعني واخد ايه؟ واخد بقى الشفه واخد معاها السقف كله بتاع الماوس. الاوبننج دي غالبا بتبقى مش واخده بس سوفت بالات بس، لا دي واخده سوفت والهارد بالات مع بعضهم. ممكن تبقى في الميد لاين كليفت، ممكن تبقى باي لاترال، يعني ده هنا باي لاترال لكن هنا هو دوت يوني لاترال. ممكن تبقى ستريتد مع الكليفت ليب، وممكن تبقى واحده بس منهم. الكوزس بتاعتنا بوظ في الكليفت ليب والكليفت بالات ان انا عندي فيلير للانكمبليت يونيون للامبريونيك ستراكشر اوف فيز. هو جوه الرحم عندي التخليق بتاعه او التكوين بتاعه ما تكونش معايا الجزء ده خالص من البيبي. طيب الطفل ده اصعب حاجه عنده ان هو عنده مشكله في الاسوشيتد للاثنين، وطبعا في الكليفت بلد اصعب الكليفت ليب. هيبقى عنده فيلينج ديفيكلت، مش هيقدر يعمل ساكنج كويس لان هو عنده فيوجن او عنده فيشر. ده ممكن يعمل لي الاير انفكشن وهيرنج لوس. هيبقى عنده سبيتش ولانجوج ديلي لان هو مخارج الكلام عنده مش هتبقى موجوده. هيبقى عنده دنتال بروبلم لان حتى الدنتيشن عنده الجزء الافكتد هيكون فيه ديلي. اول مشكله عندي ان هو عنده مشكله مع النيوتريشن، خلاص فلازم اعرف هاو تو فيد ذيس بيبي. اول حاجه بنقول البريست فيدنج از الاويد، بمعنى ايه؟ ان انا اي كان هولد البيبي ابرايت بوزيشن خلاص وهيلب تو جيف هيم الفود، بس ببعده عن النوز وعن الماوس. بديله بس مون فريكوينت ميل. بديله ازاي؟ بخلي الام بتعمل سكويزنج البريست بتاعها عشان تجيب الميلك خلاص، وبنحطه في سبيشال تيت او سبيشال فورمولا. دي في عندي انواع من انواع الفورمولا واللي فيها سبون بقدر اكل بيها البيبي بتاعنا. اهي لو انتم شايفينها هنا اهوت، قدر ان هو دخل التيت، والتيت واضح انها ايه؟ الونجيتد، يعني حاجه طويله. فانا شايفها من اهوت اهي، ادي التيت. دي مش زي التيت العاديه، مش زي البيبرون العاديه، ولكن عندي دي سبيشال فورمولا اقدر اخد بيها ايه؟ عشان الجزء ده هيعمل كفرج عندي للبلد كله وللكليفت ليب كله، سواء كان كليفت ليب او بلد اقدر اديله بدي الفيتنج بتاعه، فبالتالي مش هخاف ان يحصل عندي اسبيريشن او سفوكيشن منها. تاني حاجه في الاسوفيجاس عندي، بقول اي حاجه ليها علاقه بالاسوفيجاس ممكن تدخل لي في حاجه اسمها سيرجيكال ريسبيراتوري ديستريس. سيرجيكال مش ميديكال، لان في الميديكال ريسبيراتوري ديستريس
في المحاضرة اللي خدناها اللي هي بيكونيوم اسبيريشن، ريسبيراتوري ديسيس سيندروم، انواع كتيره منها خلاص. لكن انا لما اقول نيونيتال سيرجيكال ريسبيراتوري ستريس هيبقى عندي تو تايبس، اسوفجيال اكريزيا مع تراك اسوفجيال فيستيلا او دافراجماتيك كورنيا، هما دول تو تايبس اللي هيعملوا ريسبيراتوري ستريس في الاطفال. طيب اول حاجه الاسوفجيال اكريزيا والفيستيلا. طيب كلمه اكريزيا قبل ما نتكلم هي عباره عن ايه؟ في جاب، في حاجه مش موجوده، دي بسميها اكريزيا. لو احنا شايفين الجزء ده هنا مفيش كونتينيوتي في الكولونايزيشن، فبالتالي الجزء ده هو اللي فيه جاب، هو اللي حصل فيه اتريزيا. طيب كلمه فيستولا بقى معناها ايه؟ خلاص فيستولا اللي هي دي الكوميونيكيشن، دي الكوميونيكيشن دي هي اللي بتوضح لي ان عندي اوزوجلاس داخل مع التراكيه، يبقى الاتريزيا ان انا عندي جابنج، والفيستولا ان انا عندي ايه؟ كونكشن. طيب لما اقول ان انا عندي بقى اوزوجيال اتريزيا مع تراكيه اوزوجيال فيستولا، نقول ان ده congenital malformation، عندي failure للاسوفجاس to develop continuous passage خلاص، وفي defect في respiratory combination. بمعنى ايه؟ ادي عندي اول defect اهو، عندي الاكريزيا، في جاب ما بين الاسوفجاس، الاسوفجاس مش مكمل زي هنا النورمال عندي خلاص، وفي نفس الوقت في connection ما بين الاسوفجاس والتراكيه فعمل communication معايا خلاص. يبقى كده ده النورمال عندنا وده الابنورمال اللي موجود عندنا. برضه الصوره هنا دي هتوضح لي ان انا عندي الايتيولوجي بتاعنا ده انون كوز، دي حاجه الله اعلم بيها خلاص. المفروض ان ده عندي نوع واحد منهم، ده كده عندي فيستولا بس، ده عندي طب الفيستولا وكمان عندي اتريزيا. طب هنا عندي ايه في الجزء ده؟ انا عندي هنا فيستولا وفي نفس الوقت خلاص انا عندي اتريزيا، يبقى انا عندي كذا نوع. دايما الانواع بتاعه تو اف يبقى معايا حاجه اسمها باتر اسوشيشن. الباتر اسوشيشن دي اللي هي اسوشيتد اذر انوميلي موجوده معانا، يعني دايما مش بلاقي حته التراك اسوشيال فيستولا او اتريزيا لوحدها، بلاقي معاها فيرتبرال انوميلي او اينال انوميلي او تراك اسوشيال فيستولا او رينال ديفورميتي. دايما الاطفال بتولدوا داون سيندروم او عندهم رينال ديس اوردرز بلاقيه عندهم تو اف. الكلينيكال مانيفستيشن بتاعتنا بيقول ان انا اساسي عندي، انا عندي حاجه اسمها 3 سيسس اوف تي اي اف اون فيلينج. بمعنى ايه؟ ان انا عندي ثلاث حاجات بيبتدوا بحرف السي مهمين جدا جدا، وهم دول اللي انا هبني عليهم النيرسنج كير بري اند بوست اوبرتيف كير. هنقول كل المانيفستيشن ونرجع لهم تاني. ايه هم؟ كافينج، شوكينج سينوزز اند ريجورجيتيشن. كافينج، شوكينج سينوز اند ريجورجيتيشن. بقول ان غالبا بيبقى مع البريماتورتي او البولي هايدرمنس كمان اشيريك، في اكسسيف سالايفيشن، في ابنيا، في انكريز ريسبيراتوري ستريس افتر فيدنج، ده غالبا هيبقى في حالات الفيستولا بس مش الاتريزيا، وابدومينال ديستنشن. ايه اسباب ريسبيراتوري ستريس اللي بتحصل عندي؟ ليه بقول ان دي حاله من الحالات اللي بتسبب لي سيرجيكال ريسبيراتوري ستريس؟ بقول ان الريجوريتيشن بتاع السلايفا والميلك من الاوبستراكتد ابر باوتش التراكيه، فبالتالي يحصل ريفلكس عندي ويدخل جوه خلاص. ممكن الفلكس الاسيد كونتنت ثرو الفيستولا تدخل اللنج، ممكن تعمل نيمونايتس او كيميكال نيمونيا. الكاستريك ديستنشن نتيجه الاير اللي داخل من التراكيه مع الدايفراج الليفيشن، ده هيعمل لي ابدومينال ديستنشن. بشخص الحاله دي ازاي؟ بقول ان هو الابيليتي تو باس الكاستر انتو التشايلد ستومك. لما اجي اعمل انسيرشن للانرجي تيوب، خصوصا الحاله دي اكيد هتحتاج مني سي بي ار، بدخل انرجي تيوب معايا بس هلاقيها بتحصل لها رينكج وتطلع لي من الماوس، ده دليل ان انا عندي اتريزيا مش فيستولا بس. لما بعمل اكس راي بكاستر هتوضح معايا الجزء بتاع الانوميا. تاني حاجه هنقولها او تالت حاجه اللي هي الانوميا مع الاستومك والديوجينا. في حاجه عندنا اسمها ديوجينال اوبستراكشن. الديوجينال اوبستراكشن عندي بقول مي بي كومبليت اوبستراكشن، يعني عنده اتريزيا كامله، او incomplete obstruction بنسميها stenosis، يعني اما تبقى عندي الجزء ده كله اللي احنا شايفينه واضح عندنا اهو، الجزء ده كله اهو، ده فيه ايه؟ ده فيه اتريزيا في جزء جامد، لكن الجزء ده هو الستنوتيك، فالاتنين عندي هيدوني abnormality. هناخد فيهم حاجه اسمها هيتس هرنيا. الهيتس هرنيا دي خلاص بنقول ان هي عباره عن protrusion of stomach through الاسوفجال هيتس اندايفراج خلاص.
بيبقى الدايفراج او الجزء ده بيبقى ابنورمالي وايد. خلاص لو انتوا شايفين الجزء ده اهو، الجزء ده اهوت واضح عندنا ان هو ده اللي فيه بالجنج، ادي الدايفراج ما انتي، وده الجزء اللي فيه بالجنج الايه من الاستومك. غالبا بلاقي الطفل ده عنده فورس اوف فوميتنج بيجان بتوين الويك الوان ويك اند وان مانث اوف ايج. خلاص واحيانا ممكن يبقى فيه بلاد. الفوميتنج غالبا بيسبب انيميا ويت لوس وديهايدريشن مال نيوتريشن لو انا ما عملتش تشيك صح قوي. طيب ايه تاني حاجه عندنا ودي اهمهم اللي هي هايبر اتروفيك بايلوريك ستينوزس. قبل ما نتكلم عليها لازم نقسم الكلمه اللي احنا بنتكلم عليها دي. هايبر اتروفي معناها ايه؟ في انكريس سايز في حاجه عملت لي اتروفي في المكان، خليت المكان ده يكون فيه حاجه مش شغاله صح. طبعا ايه البايلوريك؟ اللي هي البايلوريك كانال. السينوزس معناها دي. يبقى من وانا كده بقرا الكلمه اقدر ان انا اقول الديفينيشن بتاعها، ومن الصوره اقدر اعرفها قبل حتى ما افتح الديفينيشن بتاعها. عشان كده بنقول ايه؟ البايلوريك ستينوزس هو عباره عن هايبر اتروفي اوف ماسل سراوندنج البايلوريك كانال ليد تو نارنج اوف بايلوريك كانال اند ميك ديفيكالت ستومك تو امتي. يعني هلاقي الاستومك مش يعني في دايجيشن بيحصل في الاستومك هنا عندي عادي خلاص، لكن عشان يدخل معايا ويطلع بقى عندي الجزء بتاعنا الجزء النارنج ده الاستنوتك ده عشان يرجع يدخل بقى هنا هو على الديودنم يبقى في عندي ديلي، فبالتالي الاستومك هيحصل فيها فولنس بسرعه جدا. عشان انا قسمت الحاله دي خلاص هلاقي الام جايه بتقول لي ايه؟ البيبي ده اول ما بياكل بيبقى فيه فورسفول او فيه يعني فوميتنج غير المقذوف. مقذوف يعني ايه؟ حاجه مدفوعه. بقول ان غالبا من اليوم الثاني من السكند والثيرد ويك اوف لايف خلاص بلاقي ان انا بيكام فورسفول وبروجكتايل فوميتنج. فورسفول بروجكتايل يعني ايه؟ حاجه مدفوعه ومقذوفه بسرعه جدا بعد ما ياكل على طول. وليها كرايتيريا ثانيه ان هي تبقى نون بايلس فوميتنج. ليه نون بايلس فوميتنج؟ لانها ما عدتش على البايلوريك كانال، فبالتالي ما فيهاش البايل سكريشن، يبقى عندي نون بايلس بروجكتايل فوميتنج. يبقى دي اول حاجه. ثاني حاجه اقول في ميس لما اجي عند الجزء بتاع الابيجاسترم واجي اعمل بالبيشن هلاقي الجزء ده بحس بايديا حاجه زي الزيتونه بالظبط شكل الاوليف لما اجي احسها، يمكن حتى هي باينه من الشكل بتاعها. خلاص فبقول ان هي في عندي اوليف شيب ميس موجوده عندي. الجاستريك والبريستالتيك مي بي فيزبل في الاكزامينشن، ممكن لا حسب السبيرس بتاعت الميس. الطفل بتاعي طالما هو على طول عنده فوميتنج فاكيد هيبقى هانجري وريتابل، هيبقى لسرجيك لان ممكن يدخل معايا في دهايدريشن فور شور، دخل في مال نيوتريشن ويت لوس او فيلير تو سايد يعني عدم القدره على الحياه، هيدخل في كونستيبيشن لان هو على طول عنده فوميتنج وعنده اولس اوف سكين تورجر. طب الحاله دي بتتشخص ازاي؟ الحاله دي ممكن اشخصها حتى من غير ما اعمل لها الترا ساوند بسهوله جدا. اول حاجه ان انا عندي البالبابل اوليف ميس في الرايت ابر كوادرنت بتاع الابدومن. تاني حاجه ان انا ممكن الاقي بريستالتك موفمنت خلاص غالبا من الليفت للرايت هشوفها. لما اجي اعمل راديوجرافيك او الالترا ساوند هلاقي الهايبر في الماسلز بتاعت البايلوريك كانال مع النارنج وبايلوريك سفنكتر تحت ده. دي اللي انا لما اعمله له لما اعمله باريوم سويلنج اكس راي. علشان احل الحاله دي بتعالج معايا بعمل حاجه اسمها بايلورومايوتومي. البايلورومايوتومي دي ما هي غير ان انا بشيل الاكسترا هايبر اتروفيك سيلز وبيرجع تاني السفنكتر شغال عندي عادي والقناه بتشتغل عندي عادي مش مشكله. الانومالي بقى بتاعت الام. لو خدنا بالنا ان الجزء بتاع الديسندنج كولون هنا ده فاضي او عباره عن حاجه كونستريكتد قوي، وهنا برضو واضح ان هو ايه حاجه كونستريكتد قوي خلاص. فبالتالي الفيكال ماتيريالز خلاص يحصل لها ايه؟ اكيوميليشن هنا فحصل في انلارجمنت من الكولون. من هنا جه كلمه ميجا كولون، كلمه ميجا معناها كبيره خلاص. يبقى انا عندي الهيرشيز برانك ديزيز هو ايه؟ جنجليونيك بارت في جزء ما فيهوش نيرف اندنج عمل كونستريكشن هنا عشان ده حاجه مقفوله ما بتتحركش خالص، فبالتالي الفيكال ماتيريالز كلها او الفيسز كلها اتجمعت في البارت اللي فوقيها فعملت ايه؟ لارجمنت فيها او عملت ميجا كولون. طب ايه هي الاسسمنت الكرايتيريا اللي عندي؟ دي فاري اكوردنج لايه؟ الايدج بتاعنا. اول حاجه الايدج في السيمتومز ده ريكوجنايزد اللينس افكتيف باور والاوكيرنس للكوميونيكيشن الانتروكولايتس. هناخدها اول حاجه في نيوبورن عندي لو انا شفت الحاله دي بدري خلاص بقول البرايمري ساينس عندي ان هو فيلير تو باسل الكونيوم اللي هو الفيرست ستون اوف بيبي في اول 24 ل 48 ساعه افتر بيرث، في فود ريفيوزل، في فوميتنج، في ابدومينال ديسنشن. دريج الانفانسي ممكن يكون فيه ان ادكويت ويت جين كونستيبيشن ابدومينال ديسنشن.
في اكسبالسف ووتر دايريا، في ابيسودز من الفوميتنج، احيانا بتبقى بلادي دايريا مع الفيبر والليثورجي، وده هيبقى ساينس ان انا دخلت في انتروكولايتس. المانيفستيشن قسمناها بالحاجات اللي عندنا ليه؟ علشان البيبي بتاعنا ممكن يكون مولود عن the complete Hirschsprung brain disease of dysfunction. dysfunction معناها ايه؟ معناها ان الطفل بتاعي الجزء بتاع الكونستركتد اللي كان اخير اللي هو قافل على بعضه، في بعض الخلايا رفيعه جدا، فبالتالي مع اللاكستيف مع الفلويدز مع الاستيميليشن ممكن يبص الستول. في ناس ما بتتشخصش ان هيرشز برانك في الاول، ولكن بتتشخص بعد فتره طويله، عشان كده احنا وصلنا للتشايلد هود عندنا. طيب في الديجنوس بتاعنا، اول حاجه في اليونيت خلاص بقول ان ده طبعا بيزد على المانيفستيشن العالي والانستراكشن، في فيلير اللي هو بس الكونيوم، مع الاكزامينيشن الريكتم بيبقى امتي خلاص من الفيسز، ولكن الانترنال سفنكتر بيبقى تايت، عشان كده بقول ان ده طبعا بيزد على المانيفستيشن العالي والانستراكشن، في فيلير اللي هو بس الكونيوم، مع الاكزامينيشن الريكتم بيبقى امتي خلاص من الفيسز، ولكن الانترنال سفنكتر بيبقى تايت، عشان كده في لبعض فلويد الليكويد فلويد. عامل ايما ديكتال بيبسي علشان لازم اخد عينه واعرف هي كان بوليسنز ولا لا. في نون بيست بروسيجر اللي هو الريكتال مانومتر، لو انت فين الجهاز داخل جوه هو ده بيقيس السفنكتر من جوه شغال ولا شغال، ممكن عن طريق سحب العينه بتاعته. السيرجيكال تريتمنت بتاعتنا او الريتوكمنت بتاعتنا، بقول البرايمري سيرجيكال بعمل ريموف الايجن بيج بارت باول عشان اسمح الباول ده كده ممكن تبقى نورمال عندنا، ودي عندي كده طريقه منها، ممكن اعمل انستيج او ستيج مش هنتكلم عليها دلوقتي، ولكن هخليها مع طول خير واحد ده بالتفصيل ان شاء الله. احنا كده خلصنا الهيرز براند ديزيز، خلصنا الكونجنيتال ديفكت اللي موجود في الانستيب، ونبقى احنا مع ايه؟ حاجه اكوايرد. الاكوايرد اللي حطوه حاجه اسمها انتسسبشن، وانتسسبشن ده خلاص الاكوايرد طيب انتسسبشن اكوايرد، يعني حاجه انا بكتبها. ده على فكره بيجي في الاطفال وبيجي في الكبار، اي حد ممكن يجي في اي سن. هو عباره عن ايه؟ انبرينيشن او ديسكوبينج سيجمنت اوف الديتن في السيجمنت الايميديتلي ديستريت. لو شايفين الجزء ده خلاص داخل في الجزء ده او داخل في داخلين في بعض، الجزء داخل في بعض ميزش من الوقت لما يشرب ميتاب هو بالظبط نفس الشكل ده. طب ده امتى؟ الانسنس بتاعتنا غالبا ما بين 3 شهور 5 سنين او مع مين جت خلاص. غالبا في اطفال اقل من سنة، عشان دايما دايما في بات نوفر في اليومين جرايد بتاعتنا خلاص. دي واحدة. والسبب التاني ان احنا بيبقى في اللارج اللي بيوت مع في الجاكتين او مع الاسفاف الانفكشن او حصل عن سيستر الروز او بنا عندهم هايبر بلاستيك ممكن عندهم اي بي تي في موبايل يو سي جونكشن، كل حاجات بتاعت اللي يحصل عندنا. الكومنسات اللي بتحصل عندي الاليوسكال فوف اللي هو اليو كوي او الاليو اليال